السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حصة أخرى للتوضيح بالنسبة للناس اللي لقوا إشكالية في الفهم ديال الجيويد. جيت لكم بطريقة أخرى جد 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 مبسطة باش أننا نوصلوا الفكرة لجميع الناس وما يلقاوش فيها إشكالية. واضح؟ الجيويد خصنا نعرفوا ليها لا ديفينيسيون كيف ما شفناه في لي فيديو اللي قبل. واضح؟ دونك حنايا دابا بغينا نحاولوا نجيبوا ديفينيسيون اخرى اللي تحاول توصل للادمغه ديالكم بطريقه اللي هي سهله. واضح؟ دونك لاجيويد، ياك لاجيويد هي نيفو مويان دو لا مير اللي كنحاولوا نقيسوا به، او لا ريفيرونس اللي كنقيسوا به اي ارتفاع او لا اي انخفاض على مستوى سطح الارض. فهمتي؟ يعني انا فاش كنبغي نحسب واحد الارتفاع تاع واحد الحاجه او واحد الانخفاض ديالها كنحسبها بارابور اش. هذا هو التساؤل، فهمتي؟ هذا هو التساؤل. فاش كنقول مثلا هاد الجبل فيه مثلا 1000 متر، 1000 متر عالي على اش، او هاد الحفره مثلا فيها 1000 او 2000 متر بارابور اش، فهمتي؟ يعني كاين واحد المرجع اللي خصنا حنايا نعرفوا، وهذا النيفو مويان دو لا مير كيفاش حتى تقاد، كيفاش حتى وصلنا ولينا كنقولوا بلي هاد لي بوين اكزاكت هي النيفو مويان دو لا مير وهي اللي كتساوي ليا صفر. فهمتي؟ ومنها الا بغينا نحسبوا كنحسبوا للفوق، يعني راه تيكون بلوس، واذا بغينا نحسبوا للتحت كيكون موا. دونك هادي هي اللي غادي نشوفوا ان شاء الله في هاد لا فيديو. وكيف ما كنعرفوا كاملين باللي راه الارض ماشي كلها مسطحه، يعني فيها تضاريس وفيها حفار بحال كيف ما كنشوفوا هنايا. نشوفوا مثلا ها هو القعر ديال المحيط، وهي الارض، ها الجبال، ها التلال، ها البلايص المنخفضه. دونك فيها جميع 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 التضاريس. فهمتي؟ بحال مثلا ناخذ كمثال، كل شيء كيعرف ايفرست، ياك كيعرف بلي ايفرست الارتفاع ديالو 8800 متر، ولكن التساؤل منين عبروه هما؟ منين؟ هذا هو التساؤل اللي خصو يجيني انا في بالي. منين الصفر؟ مناش بداو هاد العبارة هذا، فين كاين؟ فهمتي؟ هذا هو التساؤل اللي خصني يجيني انا. واضح؟ وكذلك كاينه واحد سميتو واحد الحفره، ياك كاينه واحد الحفره اللي هي عميقه بزاف، كاينه في وسط سميتو كيتسمى في وسط المحيط، اللي كيكون العمق ديالها هو 11000 متر. انا كنحاول نوضح لكم باش حتى نتوما تشوفوا منين حنايا كناخذوا هذاك الريفيرونس. فهمتي؟ تشوفوا منين حنايا كناخذوا هذاك الريفيرونس. تشوف هنايا، هنا عندي 8800 متر باش مرتفع على اش، هذا هو الجواب اللي خصنا نجاوبو. وهنايا 11000 متر مناش، استوعب معايا. يعني ضروري لينا خصنا نحددو واحد لو بوين دو ريفيرونس، يعني واحد النقطه مرجعيه، ياك واحد النقطه مرجعيه اللي نعودو نعبرو منها، نعود نعبروا منها الارتفاعات والانخفاضات ديال اي بلاصه في الارض، حيت اي بلاصه في الارض ما كتشبهش الاخرى. فهمتي؟ بحال مثلا ايفرست كاين جبل صغر منه، كاين جبل قل منه بزاف وغاديه هكا. فهمتي؟ هذا الشيء علاش العلماء بطبيعه الحال شافوا ان الارض كتشكل من اكثر من ثلثين ديال الماء او لا ديال المحيطات، فقرروا ان يكون الريفيرونس في لا مير. فهمتي؟ يعني قرروا انه يكون لا ريفيرونس ديالهم في لا مير. واضح؟ مزيان. هذا من جهه. وفاش لقينا كان هاد سميتو هاد لي بوين هادو ديال لا مير، يعني نيفو ميان دو لا مير، شفناه في العالم كامل، شنو سميناه؟ لقينا ليه واحد الاسم ديالو، هو لا جيويد. فهمتي؟ هو لا جيويد.
دونك لا جيويد هو لو نيفو مويان دو لا مير اللي كاين في العالم كامل باش انك تعاود تفهم، وهو لو بوين دو ريفيرونس او لا هو الزيرو باش اننا كنحسبوا الارتفاعات والانخفاضات. مثلا فاش كنقول ان عندي هاد لو بوين زيد ديالها او لا لالتيتود ديالها 530، نورمالمون الدماغ ديالي اشنو خصو يقول لي؟ خصني يقول لي ان هاد لو بوين هادي مرتفعه على لو بوين دو ريفيرونس او لا على لا جيويد ب 530 متر. دونك هادو هما الافكار اللي خصهم يتراودوا ليك في الدماغ ديالك. واحد المساله اخرى، واش انا بغيت واحد لو بوين دو ريفيرونس وكنعرف ان البحر فيه جوج ديال الحوايج، فيه المد والجزر. المد كيمشي كيرتفع منسوب المياه لواحد 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 الدرجه، وكذلك الجزر يعني كيرجع البحر لواحد الدرجه اللي هي ادنى. ايوا هنايا انا باش غادي نخدم، واش غادي نخدم بالمد او لا غادي نخدم بالجزر؟ بحال مثلا هنايا اشنو عندي؟ عندي هنايا اعلى مد وهنايا ادنى جزر، واضح. دونك انا فين هو فيهم باش غادي نخدم؟ ما عرفتش فين هو فيهم، يعني اين هي البوان اللي غادي ناخذها انا كوم ريفيرونس؟ اشنو غادي نمشي غادي ندير؟ هما فاش كانوا كيعالجوا هاد المسائل هادي بقاو كيراقبوا اعلى مد، فين هي البلاصه مود بقاو مراقبينها مود. مثلا شي مرات كيجي المد لهنايا، شي مرات كيجي المد لهنا، شي مرات كيجي المد هنا، شي مرات كيجي المد هنا هنا هنا، وما يشدوا هاد لي بوين هادو وما يقسموهم على بجيتهم ويقولوا هادي هي البلاصه فين كيكون المد دائما، يعني المتوسط. مثلا مشاو عاوتاني للجزر، قالك شي مره كيكون الجزر هنا، شي مره هنا، شي مره هنا، شي مره هنا، شدوهم وما يقسموهم على بعض جهاتهم ياك. فاش عرفوا فين كيكون متوسط اعلى مد ومتوسط ادنى جزر، شدوا هذيك لا ديستونس وقسموها على جوج بحال ما هكا، بحال ما هنا هو اعلى مد هو ادنى جزر، الوسط ديالهم يعني داك الشيء علاش كنقولوا نيفو مويان دو لا مير، فهمتي؟ متوسط المستوى. واضح. هنايا رجعت لينا هي لو بوين زيرو دو ريفيرونس. واضح، رجعت لينا لو بوين زيرو دو ريفيرونس. وحاجه اخرى، ان كل دوله كل دوله كتاخذ الريفيرونس ديالها انطلاقا من المياه ديال البحر ديالها، يعني كل وحده كتعتبر لا جيويد ديالها هي لا جيويد او لا ريفيرونس دالتيتود ديالها هي المياه ديال البحر ديالها. كاين اللي غادي يسول وغادي يقول لك مثلا بلاد ما عندهاش البحر، ديك البلاد اللي ما عندهاش البحر كتختار هي واحد البلاد كتكون مجاوره ليها ولا قريبه ليها، كتختار باش تجبد من عندها لا جيويد ديالها وكتخدم عليها. واضح. ومن هنايا ملي كتعرف هذيك لو بوين هذيك صافي، كنكون انا تهنيت على شي حاجه سميتها لاتيتود ولقيت لا جيويد ديالي وغادي نخدم بها في ديك البلاد كلها. كيف ما كنقولوا ان النيفو مويان دو لا مير كاين عندي في كازا، واضح. النيفو مويان دو لا مير اللي فيه الزيرو ديال المغرب كاين في كازا، واضح. ولكن كاين اللي دابا الهضره كثيره، كاين اللي كيقول لك اودي كل مدينه فيها الساحل كتعتمد على روبير ديالها بوحدو، ولكن نورمالمون الهضره اون جينيرال كاين الزيرو ديال لالتيتود في المغرب كاين في كازا، واضح. وكنتمنى ان لا جيويد وصلتكم كيفاش حتى تقادات، كيفاش حتى كنعرفوا هذا الارتفاع وهذا الانخفاض انطلاقا من اش، وكيفاش حتى تكتشفات لا جيويد، وكيفاش حتى لقينا لو بوين ديال الزيرو ديال، واضح. دونك نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.